إنسان أخطأ في ترتيب الوضوء، مثلا مسح على رأسه قبل غسل يديه وهو يعلم، وهل صلاته صحيحة بهذا الوضوء؟ صلاته ليست بصحيحة، لأن هذا الوضوء ليس بصحيح، حيث بدأ بمسح رأسه قبل غسل يديه، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا مرتبا، فإذا نكس الإنسان وضوءه فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا رد الوضوء صار غير صحيح، وإذا صلى بهذا الوضوء فقد صلى بصلاة غير صحيحة، بوضوء غير صحيح، فلا تقبل صلاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل الله صلاة بغير طهور.